السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ أخبارنا من ريال مدريد، حيث أعلنت صحيفة ذات البريطانية عن المكاسب المتوقعة لريال مدريد الذي سيكلف خزائن النادي 540 مليون يورو. وآمن الفريق الملكي بالفعل التعاقد مع مدافع بورتو إيدير مقابل 50 مليون يورو، لكنه سيسعى للمزيد من التدعيمات في المراكز الأخرى. المدرب زين الدين زيدان يرغب في إضافة 5 أسماء أخرى للفريق في الصيف، منهم نجم تشيلسي إيدير هازارد مقابل 112 مليون يورو، ولاعب وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا مقابل 150 مليون يورو، ومتوسط ميدان ليون تانجيو مقابل 80 مليون يورو، وكريستيان إيريكسن نجم توتنهام مقابل 85 مليون يورو، ومهاجم فرانكفورت لوكا يوفيتش مقابل 60 مليون يورو. وكانت الصحيفة الأصل الإسبانية أشارت من قبل أن رئيس الميلينجي أعطى الضوء الأخضر لزيدان لإعادة بناء فريق جديد ينافس على الألقاب الموسم المقبل. أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن البرازيلي نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ابتعد عن الانضمام لفريق ريال مدريد هذا الصيف. ذكر موقع الدون الإسباني أن نيمار لن يصل إلى ريال مدريد هذا الصيف بسبب مطالبة فريق باريس سان جيرمان الضخمة للسماح اللاعب بالرحيل. وأضاف الموقع أن باريس سان جيرمان يطلب الحصول على 300 مليون يورو نظير رحيل نيمار إلى ريال مدريد في الصيف المقبل، وهو مبلغ تراه إدارة الملكي باهظ للغاية. شروط باريس سان جيرمان قد تجبر نيمار على الانتظار حتى نهاية الموسم القادم ثم التفكير في الرحيل خلال 2020 لريال مدريد لتحقيق أحلامه. وسيخوض ريال مدريد حربا في صفقة نيمار بعد رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع اللاعب، خاصة وأنه في عام 2020 سيتم تخفيض شرط الجزاء في 70 مليون يورو. عاد رئيس نادي برشلونة الإسباني للإشادة بالنجم الفريق الأول ليون ميسي بعد الأداء المميز أمام ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال الرئيس في تصريحات للصحيفة الجارديان البريطانية: نحن نعيش مع عبقري داخل الفريق، ميسي لا مثيل له في عالم كرة القدم حقا، نصفه بالعبقري الاستثنائي. وأضاف أيضا: كنت أعلم جيدا بأن ميسي سوف يسجل الهدف من ركلة حرة قبل أن ينفذها. ميسي لاعب ذكي للغاية، نظر إلى الجدار ولم يكن سوى مساحة صغيرة بالفعل، قرر أن يضع الكرة في هذه المساحة لتتحول في الشباك. ميسي لا يقتصر على الأهداف التي سجلها مع برشلونة، ولكننا عشنا معه حقبة غير عادية. ميسي جاء لبرشلونة وهو في السن 13 عاما ونشأ هنا، لذلك هو جزء من النادي. يتواجد نجم فريق ليفربول محمد صلاح ضمن المرشحين للحصول على جائزة لاعب شهر أبريل في الدوري الإنجليزي والمقدمة من قبل رابطة لاعبين محترفين. وقدم الجناح المصري أداء مميز في الشهر الماضي في البريمليج، حيث شارك في 4 مباريات وسجل 4 أهداف وصنع هدفين. أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه يحب سماع جملة ريال مدريد هو منزلك من الجمهور، ما تم اعتباره تلميحا إلى إمكانية عودته إلى إسبانيا. وقال رونالدو في التصريحات الصحفية: الناس في مدريد يحبوني، إنهم يوافقونني في الطريق ويطلبون مني العودة لمدريد، يقولون هذا المنزل ريال مدريد هو منزله، هذا شيء أحب سماعه دائما. وأضاف: لقد خرجت ورأسي مرفوع عاليا، جمهور ريال مدريد يعلمون أنني منحت الكثير لهذا النادي. رحل رونالدو عن صفوف العملاق الإسباني الصيف الماضي منتقلا إلى يوفنتوس الإيطالي مقابل قرابة 100 مليون يورو. كما هاجم رونالدو منتقديه وكلما يعتقد أن حياته سهلة لأنه ثري، وقال: يروني الناس كأنني شخص بلا مشاكل بسبب أموالي، يظنون أن الأموال تلغي جميع المشاكل.